وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. قال الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا بمعنى أعطوا. هنا أخذنا فوائد الأولى. طيب آتوا بمعنى أعطوا، وأتوا بمعنى جاءوا، وقولها اليتامى مفعول أول وأموالهم مفعول ثاني، وهذا الفعل آتوا ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. طيب وقول اليتامى جمع يتيم وهو مأخوذ من اليتم وهو الانفراد، والمراد به اصطلاحا من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ، سواء كان ذكرا أم أنثى. أما إذا بلغ فإنه يزول يتمه بحسب الاصطلاح والحكم الشرعي، ولهذا جاء في الحديث لا يتم بعد احتلام، أي بعد بلوغ، لأنه إذا بلغ استقل بنفسه. نعم. وقول آتوا اليتامى أموالهم، أموالهم يعني التي لهم، سواء كانت عندكم بصفتكم أولياء أو كانت ليست عندكم ولكن أخذتموها بغير حق. وقول آتوا اليتامى أموالهم يعني لا تخونوا منها شيئا ولا تكتموا منها شيئا ولا تفسدوها، بل أعطوها كما كانت. ولا يلزم من قوله آتوا اليتامى أموالهم أن نعطيهم المال وهم أيتام، لأن اليتيم لا يعطى ماله إلا إذا اختبر، كما قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهنا فرق بين دفع المال إليه وبين حفظ المال له حتى يؤتاه كاملا. فالآية التي معنا المراد بها الأول أو الثاني؟ الله أنك ما تفهم الأول والثاني، نستموه. هل هناك فرق بين الإيتاء وبين الدفع؟ نقول نعم بينهما فرق، لأن الدفع معناه لا تعطيه المال حتى يبلغ ويرشد، حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأما إيتاء المال فالمراد أن نحفظ المال لهم بحيث نعطيهم إياه كاملا عند وجوب الدفع. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لا تأخذوا الطيب بدل لا تأخذوا الخبيث، لا تأخذوا الطيب بدلا عن الخبيث، لا تتبدل، لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي لا تأخذ الخبيث بدلا عن الطيب. كيف لا نأخذ الخبيث بدلا عن الطيب؟ المعنى أننا لا نعطيهم الخبيث من أموالنا ونأخذ بدله الطيب، هذا معنى الآية. وقيل معناها لا تأخذوا أموالهم تستغنوا بها عن الطيب، لأن الأموال حرام والحرام خبيث. ففيها وجهان، الوجه الأول أن لا تأخذوا الطيب من أموالهم وتعطوهم الخبيث. مثاله أن يكون لليتيم غنم سمينة جيدة وعند وليه غنم هزيلة رديئة، فيأخذ من غنم اليتيم من الطيب ويعطيه الردي، هذا حرام. أو يكون عنده بر طيب نقي
فيأخذه ويعطيه برا رديئا مخلوطا وما أشبه ذلك. فالمعنى إذن لا تتبدل الخبيث بالطيب، أي لا تأخذ الطيب وتعطوهم الخبيث، هذا واحد. المعنى الثاني أو الوجه الثاني، لا تأخذوا من أموالهم شيئا لأن أموالهم حرام عليكم والحرام خبيث. ويكون معنى الآية لا تأخذوا أموالهم فتستغنوا بها عن الطيب الذي تكتسبونه بوجه حلال. وكلا الأمرين محرم، يعني سواء أخذت ماله بدون أن تعطيه عنه شيئا أو أخذت ماله الطيب وأعطيته مالا رديئا، فكله حرام. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم. إلى قال العلماء إنها بمعنى مع، أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، وقيل بل إلى على بابها، ولكن تأكلوا ضمنت معنى تضموا، أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوها، وهذا الأخير أصح، لأن تضمين الفعل معنى فعل آخر في القرآن كثير، وإتيان إلى بمعنى مع قليل. وحمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل، وهذه من قواعد التفسير، أن حمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل، لأنها إذا كانت هي الكثير في القرآن صارت هي اصطلاح القرآن وهي حقيقة القرآن. لا تأكلوا نعم إلى أموالكم. إنه الضمير يعود على الفعل السابق المكون من شيئين، تبديل الخبيث بالطيب، والثاني أكل الأموال إلى أموالنا. إنه أي هذا الفعل، فالضمير يعود على الفعل المفهوم مما سبق. إنه كان حوبا كبيرا، أي كان عند الله حوبا، أي إثما أو ذنبا، والكبير ضد الصغير، لأن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، فهذا من الذنب الكبير. في هذه الآية عدة فوائد، منها بيان رحمة الله عز وجل حيث أوصى بهؤلاء اليتامى، لأن اليتيم محل الرحمة، فهو مكسور الخاطر ليس له أب، وربما لا يكون له أم أيضا، فلهذا أوصى الله بالعناية به وبماله. ومنها وجوب حفظ أموال اليتامى، ما وجهه؟ لأنه يلزم من إيتائهم أموالهم إيش؟ يلزم منها الحفظ، إذ لو فرط وأهمل وضاعت الأموال لم يكن قد آتاهم أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليتيم يملك وملكه تام، لقوله إيش؟ أموالهم. ويتفرع على هذه الفائدة أن الزكاة واجبة عليهم، أن الزكاة واجبة عليهم، لأن الزكاة تبع للملك. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فإذا ثبتت الملكية ثبت وجوب الزكاة، أفهمتم؟ طيب. وفي هذا رد على قول بعض أهل العلم رحمهم الله
إنها لا تجب الزكاة في أموال اليتامى، لأن اليتيم صغير غير مكلف. فنقول في الجواب عن هذا إن الزكاة ليست تكليفا محضا، بل هي تكليف لحق الغير، وهم الفقراء، فهي شبيهة بالدين، شبيهة بالدين. ولهذا وجبت في أموال اليتامى والمجانين وإن كانوا غير مكلفين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليتيم تجب النفقة في ماله على من تجب عليه نفقته. من أين تؤخذ؟ من إثبات المالية، والنفقة واجبة على كل غني لكل فقير. فإذا تمت شروط النفقة ولم يبق إلا البلوغ، قلنا إن البلوغ ليس بشرط، لأن الله أثبت المالية لليتامى، وإذا ثبتت المالية ترتب عليها ما يترتب على ذوي الأموال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب أداء الأمانة، لقوله ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ومن فوائدها إطلاق اسم الخبيث على الردي، صح، على أحد الوجهين في تفسير الآية. وقد صرح الله عز وجل بأن الرديء يسمى خبيثا، فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فسماها خبيثة، سماه خبيثا، أي سمى الرديء خبيثا. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم البصل ونحوه خبيثا، وقال إنه حلال، وقال إنه حلال مع أنه أطلق عليه وصف خبيث. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم ضم مال اليتيم إلى مال الولي إذا كان لقصد إتلافه. من أخذه؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. أما إن ضم ماله إلى ماله لا لقصد الأكل والإتلاف ولكن لقصد الحفظ والتجارة، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به، بل قد يتعين، قد يتعين على الإنسان. فإذا ضم مال اليتيم إلى ماله لقصد الحفظ أو لقصد التجارة فإنه إحسان إليه ولا يدخل في النهي، لأن الله قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، لم يقل لا تخلطوها. ولهذا قال الله في سورة البقرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لكن في حال ضم المال إلى المال لقصد الحفظ أو التكسب يجب أن يحتاط الإنسان في كتابة مال اليتيم الذي أدخله مع ماله، وتمام الاحتياط أن يشهد على ذلك، فيقول مثلا أدخلت كذا وكذا من مال اليتيم في ضمن مالي الذي اشتريت به الأرض، اشتريت به السيارات وما أشبه ذلك مما يتكسب به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العدوان على مال الأيتام بتبديل بأخذ الطيب وإعطاء الخبيث أو أكل مالهم إيش؟ من كبائر الذنوب، لقوله تعالى
إنه كان حوبا كبيرا. فإن قال قائل لماذا لم يقل عز وجل ولا تأكلوا أموالهم، ولم يقل إلى أموالكم، فالجواب أقول لم يقل ولا تأكلوا أموالهم ويطلق. لو قال ولا تأكلوا أموالهم إنه كان حوبا كبيرا لكفى، لكنه قال أموالهم إلى أموالكم، لأن ولي اليتيم قد يتستر، قد يتستر ويدخل ماله مال اليتيم في ماله، ومن يعلم عنه؟ فلهذا قال لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وعلى هذا فيكون هذا يعني إلى أموالكم ليس قيدا، بحيث نقول لو أكل ماله من غير أن يضمه إلى ماله فهو جائز، لا نقول، بل نقول هذا لأن إنما ذكر الله هذا لأن بعض الأولياء يتستر فيدخل مال اليتيم في ماله ولا يعلم أحد به. طيب.